عبد الوهاب. هذا في اللقب أسامة عبد الوهاب كان هو الاسم الإعلامي تاع الاسم الأدبي لظروف ما كنت استعملته في بداية كتاباتي الصحفية، كنت استعمل المعرف تاعي أبو أسامة عبد الوهاب. أما اليوم فأنا نكتب الاسم الحقيقي تاعي أستاذنا. ربما يتبادر إلى الذهن، هل الأستاذ عبد الوهاب يعني نعطوها وعنده شوية حيوية وعنده يشتي ينشط ويشتي يطلع، هل الأستاذ عبد الوهاب سبق له أن شارك في عقابيات أو أمسيات شعرية؟ في الحق أنا عندي نوع من الخمول، أنني كسول على تعريف العبارة، لولا يعني ما يكونش إلحاء ومن بعض الزملاء ومن بعض الجهات ما نحركش. بدايتي كانت مع الإذاعات المحلية والجهوية، مع إذاعة بسكرا وإذاعة بلاد ناصر في برامج ثقافية وبرامج اجتماعية. يعني شاركت في إذاعة الأولاس؟ نعم، في إذاعة الأولاس، وقدمت قدمت حتى حصة اللي كنت احكي لك عليها، حصة قدمت حصة على المباشر لمدة ساعة كاملة، قدمت حصة نفسية اللي نشرتها والهاتف مع التواصل بالهاتف مع المستمعين، وما شاء الله كانت يعني حصة يعني اخذت فيها نوع من التجربة يعني وتركة ربما البصمة تاعها. نعم الم يسجل شاعر في بداية التعليم يعني كأبنائك يعني وش النصيحة اللي تقدمها؟ أنا كأقول لواحد ويتمناها كل واحد وأن يدخل القسم تاعو على نية واحد جاي، وعلاش راه وياه؟ وعلاش راه يتقاضى أجر؟ مقابل واش؟ أنا أحب الأجر من ناحية وخلاص، الأجر المادي، ثلاثة تغابنا، أمانة، أبرياء، ما عندهم حتى دخل في أي حاجة تصورها. وتغفر الدين وتلحين وتعدى بالوقت تاعك وبالشهرية يروح يتلقى الشهرية تاعه ويغضب كل نقصور هذا ويغضب هيك ما تلقوش أنا في نصحة أولا يعني الحاجة الأساسية أن يعطي كل تلميذ حقه، ما يميزش هذا من فلان ولا هذا من فلان ولا هذا من جهة ولا هذا من جهة. أنا عمري إن خرجت اليوم بحسب ما يرضي ما مميزش بين فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ابدا، هذه واحده. الثانيه سواء حتى تقليل تحت بين الاجتماعي اول قمه كما يقولوا، اما انا خلاص علمت بنادم نعرف الناس الكل ونعرف بان ونعرف اهلي ونعرف صحابي ما ميزت، لكن يعود ابني ابني كان يقرا الله يرحمه تبعيته للتلاميذ ما ميزتوش على الانتخاب. والله البدايه الاولى كانت بصوره لجامع سيدي عقبه، كنت عثرت عليها في لدى احد الحلاقين اذكره وهو حمى ابو شحاته. الصوره هذه قديمه جدا لمسجد سيدي عقبه. الصوره هذه هي اللي خلقت عندي الفكره تاع اني نجمع الصور العتيقه اللي تخص مدينه سيدي عقبه، لانه الصوره هذه انا لما شفتها تفاجات في الحقيقه، لانها تعود الى سنه 1903 وهو يعني مدة زمنية طويلة. فأنا لما شفت الصورة هذه طلبتها من عند الأخ حمى، وكان في حوالي 1979 نجما في الصور القديمة نتاع مدينة سيدي عقبة. وفي الحقيقة من الصعب جدا أنك تعثر على هذه الصور، لأنه في بعض الأحيان لما تجد صورة قديمة المبلغ تاعها الكارت بوستال يعني لونسيان كارت بوستال تسوى 80,000 يعني 800 دينار جزائري للصورة، وبالتالي من الصعب على واحد موظف انه يعني يصرف بهذا. طرحوها الزملاء وخاصة الشباب اللي شارك معنا في هذا الحفل، وقال اننا نكرم بعض الوجوه الاجتماعية العادية في البلدية، مش مسؤولين ولا ناس بسطاء اللي حسينا او المجتمع حس انه خدمهم مقدم لهم خدمة. وتم خلال هذا الحفل تكريم شخصين سيدين همام علي وسيد الخضاري احمد.
على خدمات اللي قدموها للمجتمع، هكذا المجتمع سأل خاصة الثقافية والمجال الثقافي في سيدي عقبة. يعني العمل الثقافي والحركة الثقافية في سيدي عقبة بالحقيقة يؤسف لها، يؤسف لها حسب يعني مع كل احترامي. الطاقات موجودة وموجودة بشكل كبير ووافر وفي مختلف المجالات، ولكن أظن أنها تحتاج إلى عنصرين أو شرطين. أولا تحتاج إلى مبادرة وتحتاج إلى احتضان، فلا بد من مبادرات حتى تثير اهتمام هؤلاء المثقفين وتعيد إليهم رغبتهم في نشاط في هذا المجال. وتحتاج أيضا إلى احتضان، لأن أي نشاط يحتاج إلى مكان ويحتاج إلى إمكانيات، وعدم وجود هذا الاهتمام وهذا الاحتضان يبقى حجر عثرة في نشاط على مستوى. عمري صالح من عين ناقة 113 الولاية بسكرة الدائرة سيدي عقبة بلدية عين ناقة. احكي لنا شوية على العادات والتقاليد تاع بكري. عادات بكري كيفاش كنتوا ترحلوا للتل؟ واش كنتوا تطيبوا؟ واش كنتوا تتعاونوا؟ ودركا كيفاش ولينا؟ شي اللي كان بكري كيفاش كنتوا عايشين وكيفاش رانا عايشين دركا؟ احكي لنا شوية عليه. مليح. احكي لك. معليش نحكي لك اخويا. نحكي لك احنا كنا دايرين البيوت. والبيوت عاد ناس اليوم يقولوا قواتين. نعم دايرين البيوت شوف وشعر. كنا نسبو بالقرب المساءات نجيبوه في الليل. كنا عايشين بالبعير بالشياه بالفلاحة بالحصيدة سيدي مرحم الوالدين. كنا رعيان. ليس في الحقيقة كان مركز ثقافي ولا دار الشباب. دار الشباب كانت المدرسة. كانت المدرسة اللي داروها اللي شفت المزين نتاع دار الشباب الأولى. هذه الأولى كانت وراثية من الماضي. هذه حتى من وقت سعاد الشيخ وقت الاعتدال. كان دايرين هما دار الشباب. يا هنا هذاك كان قداش الواحد ينيد الثر بالذراع ثم يتعلموا بالذراع. يعني ده امر من فرنسا. كاين حتى البنات مساكين من هنا 18 جايبين واحد يسموها قابي واحد يسموها ما نعرف واش. والناس ملي يحاولوا يعني فرنسا تغسلهم ترسخ فيهم الثقافه نتاعها وتربيهم على المنهج. ودير لهم شويه هكذا جبت لهم واحد من باتنا واحد معرف من خنشنا وواحد معرف. ولكن المهم وصلنا للاستقلال قد قد اصبحت دار الشباب ماشي دار الشباب في الاولى مركز التربيه الشعبيه. هذا في الاولى التربيه الشعبيه اللي هي دار الشباب هذا الوقت في وقت الاستقلال يعني واش كان يسموها؟ يسموها مركز التربيه الشعبيه. اللي ليزيكيب هذا من الكبار يعني كان الصاد والصاد كان في كان البلاصه يقول العلب علب حاره الذهب. ايوه هذاك اول الصاد. الحاج ممارسه الرياضه يعني في هذا من الاسماء هذه اللي ذكرتها يعني كيفاش كانت البدايه تاع التكوين تاعها؟ يعني هل الفكره مثلا كانوا مثلا نقولوا بعض العساكر الفرنسيين هم اللي مارسوا الرياضه وانتم قلدتوهم والا تاع هذه؟ ايوه هذه انا جايك نتاع كان فرنساويون وجايين من بعد. ايوه هذا لا لا تاع النشأة تاع الفريق هذا يسمى من الحزب البيبيا. ايوه تاع الكشافه تاع ما كان عندنا حزب ميثاليست هذاك الحزب الانتصار. هذا منهم خالقين المدايرين الكشافه هما اللي هما القاده نتاعها. كان حتى من البطوات المدايرين كنا ما كان في ذاك الوقت زرقاء وخضراء زرقاء وبيضاء و وحمرة على ضربوا في راس. ايوه البطوات اللي هنا ديرهم. هذا كان بعد كان هذا قلنا في حرب عرض الذهب دوك تبنات. ايوه دوك تير هذاك تبنى
ولينا تحول هي الليله 105 جنبر 145 الليله هذيك فيها العام الجديد والعام الجديد وهي النار وما جنبر وفيها الليله بيت ما تسود وحزينه سبعة. عمي نخله يقولوا كيما النخله يقولوا النخله اذا كان دخلت 15 غشت هذه يعني 15 اوت يقولوا 15 غشت ما تعطيهاش الماء حتى بعد شهر هكذا يقولوا 15 غشت وين راهي 15 خريف تالي الصيف التالي هي و 15 خريف غشت هذا 15 صيف 15 خريف ونقولوا احنا العرب مثل نقولوا لا دخلوا الغشات السنة كل عام مشيت يعني هذا من الناس اللي كان مدير الصحة يسر وش معناها يسلكوا ولا اليوم اليوم يقول لك يسر حد بنها وسر معمها ايوا يقول لك كي يلحق غشت السنة كبرت عندك 10 عندك 10 شياه اليوم تسلك لا 10 شياه ولا تمام 20 عندهم كل توامات يتبعوا فمات تسلك للعشره برك وما تسعي دخلوا الغشاه تاع الاخر تولي تشارك على الثاني تما الخوف كبر.